إذا أنت صديق صح، أول ما تشوف صاحبك مكتئب أو قلق أو يمكن مش قادر يشكي فيه مشكلة، ما تقول له هاي الكلمات: عيش الدنيا مش مستاهلة يا زلمة، شوف فلان في وضعه أسوأ من وضعك. لا لا، على طول اسأله: أنت شو ناقصك؟ شو ناقصك؟ كيف ممكن أساعدك؟ أنا معك، أنا ما حكون صديقك إذا ما حسيت فيك. أحيانا البني آدم مش بحاجة كلمة حلوة أو بحاجة نصيحة. عندي الكلام الحلو ومش بع نفسي بالكلام الحلو، بحاجة أحيانا لدعم، لدعم حل المشكلة، حل جذري للمشكلة. أنا هيك بستخدم هذا الأسلوب مع الناس اللي حولي: كيف ممكن أساعدك؟ هذا هو.